الشوط الرابع لفئة الإناث مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام على بركة الله تعالى وتوفيقه. أعلنت هذه الانطلاقة بهذه اللحظات الشوط الرابع شوطا خصص لفئة الإناث المحترفين ومسافة 2500 متر هي المسافة المغررة لهذه الفئة ضمن هذه النهاية هذه البطولة بطولة السلق بتنظيم إدارة بطولات فزاع التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام أتابع هنالك من تحمل الرقم 60 على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط تسيطر على البداية سيف بن أحمد بن راشد بن سيف المقعودي مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط مع فور ما شاء الله. المركز الثاني من تحمل الرقم 98 مع المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام مع المركز الثاني من تحمل الرقم 67 أو هنالك مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام أتابع مع البداية ومع مقدمة هذا الشوط بهذه اللحظات مع من تحمل الرقم 60 مشاهدينا الأعزاء وسيف الراشد المقعودي مع المركز الأول ومع فور اسمها فور. الله 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 في هذه الفترة المسائية في شوط الإناث للمحترفين مشاهدينا الأعزاء مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط هنالك فور. اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة وفور هي من تحافظ على المركز الأول وتحافظ على الصدارة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام هنالك مع المركز الأول ومع صدارة مكتوم بن محمد بن ثاني الرميثي مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام تهانينا وألف مبروك هذا الفوز وهذا الانتصار مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام أيضا لحظات وصول بهذه اللحظات مع المركز الأول ومع الانتصار مع قرار التي بالفعل اتخذت هذا